أهلا بكم في برنامج بيروت اليوم، حيث أستضيف عضو الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية الأستاذ آدي أبي اللمع لمناقشته في الملفات التالية. هل تخرج طرابلس من مستوى المعركة إلى مستوى الحرب؟ وهل تستطيع الدولة اللبنانية تطويقها؟ ما هي تداعيات صعود الإخوان السياسي في مصر على الملفات الإقليمية؟ هل من تغيير في السياسة الأمريكية حيال المسألة السورية؟ وما هي انعكاساته على مسار الأزمة؟ الوضع الميداني في طرابلس قد يكون تخطى مستوى الاشتباكات والمعارك إلى مستوى الحرب، لا سيما بين محوري باب التبين وجبل محسن، وسط خشية أن يرتفع أيضا مستوى الأسلحة المستخدمة. الدولة في هذه الأثناء عاجزة عن تطويق الوضع، فهل هذه الورقة في يدها أم في يد جهة أو جهات إقليمية؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ آدي أبي اللمع، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية. طرابلس، هذه الورقة بيد من اليوم؟ لماذا هذه المعارك لم تتوقف منذ مقتل هؤلاء الشباب في منطقة تل كلخ؟ سبب واضح هلا، انه طرابلس هي الساحة التي اختارها 8 اذار لتأجيج الفتنة ولخدمة ما تبقى من النظام في سوريا، وهذا اكثر واكثر واضح لسبب الوحيد انه اليوم هذه الحكومة، يعني انه عندما تنأى بنفسها عن ما يجري بسوريا ووصلت لحد انها هلا اليوم عم تنأى بنفسها عن ما يحدث في لبنان، يعني انه قرار واضح وغطى واضح للجيش اللبناني كثير صعب اخده، ما عم بفهم انا اليوم. انا طبعا عم بحمل هون السلطه السياسيه، يعني هذا الغطاء السياسي والقرار السياسي الذي يعني ممكن ان يؤمن للجيش تحت الجيش يقوم بالعمل اللي لازم يقوم فيه. طيب هذا ليش مش عم يتامن؟ ما فهمت اليوم انه سنجمع الافرقاء، صاروا جمعين الافرقاء كلهم سوا كذا مره. هذا جمع الافرقاء هو تهرب من المسؤوليه، المسؤوليه اليوم تقتضي بانه الجيش يتغطى سياسيا لحتى يقدر يقوم بواجبه، ولكن ساعة الحكومة بدها تنأى بنفسها عن كل شيء وحتى على الملفات المعيشية والملفات الأمنية والملفات السياسية الكبرى وملف وجودها الإقليمي، هيدي بتوصل هون. تاني شغلة، اليوم السلاح بيجيب السلاح، يعني صرنا سنين بنحكي عن السلاح وجينا رحنا على طاولات الحوار وحكينا على السلاح، سمعونا كأنه هني أساتذة مدرسة بوقتها على طاولة الحوار، وهني ما أبدوا حتى رأيهم بأثناء بطاولة الحوار. النتيجة هي عم نعيشها اليوم وعشناها أصلاً قبل بسبع أيار، بس عم نعيشها اليوم أكثر وأكثر، والخطورة أن نعيشها بعد أكثر. اللي واضح من اللي عم بيصير بطرابلس أنه في تأجيج قوي للمعارك، يعني أنه اليوم شو هالصدفة أنه يكون في عناصر عديدة من ولادة طرابلس تقبض معاشات لحتى اللي تعمل معارك، بينما أنا مش عم بقول هلأ في فريق أحسن من فريق، ولكن في فريق عم بيأجج وفي فريق له مصلحة أنه يصير في معارك بطرابلس تلفت النظر عن ما يحدث في سوريا، وفي فريق عم يعمل ردة فعل. طيب في فريق عم بيأجج وفي فريق عم يعمل ردة فعل، نعم. لكن هناك في توازن قوى، يعني لو في فريق مسيطر على الوضع ما كنا عم نشهد هذه المعارك، كان هذا الفريق سيطر على هذا الفريق وانتهت القصة. حضرتك عم تقول 8 أذار اختارت هذه الساحة لهذا التأجيج، نعم. ليش 8 أذار هي التي اختارت؟ شو المعطيات تنقول انه 8 أذار هي اللي اختارت؟ رح اقول موضوعيين بس المعطى هو التالي، تفضل. في معلومات عن الاتيان بمقاتلين الى طرابلس من غير مناطق، في معلومات عن مخازن أسلحة، في معلومات حتى هلا اليوم عن فتح بعض الـ 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 يعني الطرق التي يعني مثلا تنقول انه جبل محسن مطوقه انه مأمنين لطريق اليوم على صغرتها تشيل، يعني في تركيبه راكبه اليوم للجرحى وكذا، وطبعا الجرحى لازم يتطببوا، بس عم بقول انه مثل كانه هيك في ايد خفيه، هي هيك في عندها تنظيم معين، وهذا التنظيم عم بيصير وفق اجنده معين، يعني طيب. هذا التنظيم منه قليل، يعني لما تجي بتشوف انت طيب من يعني لمن في تنظيم لمن تعطى الاموال، اول شيء لمن يدفع المال من الشباب المقاتله، خاصه يعني اللي عم نشوفها اللي هي محطوطه بكل المعلومات واضحه للعلن، وعرفنا تقريبا قديش بياخذوا بالشهر، وطلع شيء زايد جدا، يعني لانه ظاهر ومين عم يدفع لمين؟
يعني في معلومات على انه في تمويل مباشر لشباب ضايع شوي بالمنطقه بطرابلس، يعني بطرابلس بطرابلس كل طرابلس، انا ما رح على الباب التباني وجبل محسن، بطرابلس يلي هي عم بتحارب حتى اوقات يعني عم بتحارب يعني ناس نوع من مرتزقه، بتعرف هودي البلا شغل بلا اللي قاعدين اللي ما بيعملوا شيء اللي ضايعين شوي، بيجوا بيدفعوا لهم قرشين وبيدخلون بمتاهات معارك، ناس لانه هن بيطلبوا منهم انه يأججوا، وناس تانيين بيعملوا ردة فعل طبيعية. هلا التأجيج عم بيصير وكل الناس بتعرف، والمعلومات صار لها اكثر من سنتين انه مش بس في معاشات عم تعطى، في معاشات عم تعطى، في تدريبات عم بتصير، وفي أسلحة عم توزع وذخائر. يعني مش طبيعي اليوم تشوف انه بلشنا بالهوين، يعني سلاح الهوين منه سلاح تعمله تحت باطك وبتمشي، سلاح الهوين يعني هذا شيء مدبر وهذا شيء مشغول. انه اليوم وين الحكومه من كل المعلومات يلي انعطت من سنتين لليوم على التسلح على التسخير وعلى المعاشات اللي عم تنعطى لعناصر ما كتير منضبطه، والناس بتعرفها ومعروفه بقلب طرابلس ولاد طرابلس بيعرفوا. هل كافه الجهات تمول وتسلح وتجيش كل الفئات، ام هن عم نحكي عن فريق واحد؟ انا بدي فقط. بدي خلينا نحكي، انا تما فوت بهيك بهذا التوازن لانه ما عندي اذا بدك معلومات مثل ما ممكن تكون المعلومات دقيقه امنيا او شيء هيك، انا ماني فايت بهالقد تفاصيل بقدر ما انه انا عم بقرا مثل كل سياسي بيقرا، وعندي معلومات حد ادنى بتقول التالي انه اليوم في مؤازره جديه لمجموعه صغيره بطرابلس لحتى لأنها تقدر هي تضل خلقة جو متوتر بطرابلس وتهجم، ولا طرابلس ما بدون هذا الشيء. هلأ بالمقابل بالسياسة الكبرى عندما يسمح السلاح لفئة، في فئة تانية بدها تعبر حالها هي كمان مسمح لها أنها تحمل سلاح، لكن هذه هيدي ردة الفعل. لكن هذه الفئة تسلح، يعني في فئات تسلح هذه الفئة وفي فئات تسلح تلك الفئة. هلا انا ما عم بقول لك، مشان هيك عم بقول لك انه ما عندي معلومات كيف عم بيتسلحوا، بس انا عندي اللي عم شوفه اليوم ماشي قراءه بسيطه اللي ما حدث امبارح واول امبارح وباليوم اللي سبق، بتطلع مزبوط بالحاله. اول شيء نسبه العناصر كترت، ثاني شيء نوعيه السلاح كبرت، ثالث شيء عدم يعني عدم تدخل الجيش بالموضوع، لانه الجيش ما بيقدر ياخذ هو قرار بالتدخل. الجيش اذا ما في قرار سياسي من الحكومه انه يتدخل، انا بعرف انه الجيش بيقدر يتدخل وعنده القدره للفصل بين المتقاتلين بشكل حازم، بس ساعه البدنة نبيع مواقف ونسير الكل وبذات الوقت نعمل حالنا انه نحن، يعني انا فظيع على السلطه السياسيه اليوم ممثله بالحكومه. عن جد انا ما سمعت كلام جدي منها على موضوع طرابلس، ما سمعت كلمه حاسمه هيك انه خلص سنوقف التقاتل هناك، بس مع انه سنجمع على افريقيا اليوم في تصريح للرئيس ميقاتي، نعم ماذا يقول؟ سنجمع على احترام السلم الاهلي مع المحافظه على الاستقرار. لكن السؤال استاذ ادي، هل الدوله اللبنانيه قادره على يعني ضبط الوضع بطرابلس، ام طرابلس خرجت خرجت من السيطرة اللبنانية إذا جاز قبل التعبير؟ قبل ما تروح الأمور لأبعد من هيك، مثل ما هي هلأ، نعم الجيش اللبناني قادر على السيطرة على هذا الوضع، بس بدون يعجلوا، لأنه بعدين يعني الأمور بدها تتفاقم يعني بدها تكبر. الجيش اللبناني تدخل مع أهالي لبنان مع هؤلاء الناس شو بيصير؟ قداش بيصير في إراقة الدماء؟ مع مين؟ لا تحصى. خليني لك شغلي، إراقة الدماء عم بتصير، هيدي حجة أنه ما منفوت لأنه متى ما نعمل دم الدم بالأرض، ما الدم بالأرض، ما بفهم أنا أنه كيف هيدي. الجيش عنده حصرية استعمال السلاح بلبنان، حصرية استعمال السلاح، ما عم بيمارسها على فريق معين، بده لأسباب بعدها سياسية وأكبر من أنه نحكي فيها بإيجاز هلأ، بعدين بنحكي عن السماح بالسلاح والسلاح تحت غطاء المقاومة وماذا يحدث السلاح في لبنان وبماذا يسبب هذا السلاح للبنانيين. بدي روح أكتر، بيقدر اليوم بطرابلس كون طرابلس مدينة ما عندها أي إشكال بأكترية الساحة بأن تعترف أن للجيش فقط حصرية استعمال السلاح، وبالتالي أنا برأيي جيش قاعد ببيئة حاضنة لإله يلي هي طرابلسيين وقابلة بتعاطيه لمعالجة هذه المشكلة، ومعه من قبل الناس دعم، بالتالي ناقصه شغلة واحدة، القرار السياسي
للسلطة التنفيذية في لبنان. هون السؤال، نعم. القرار السياسي لم يعطى بقى بعد، ليش؟ علما أنه أعطي في السابق أقل من شهر لورا، لكن اليوم لماذا لم تعطى، لم يعطى القرار السياسي؟ لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع، هذا هو السؤال، أن يعني تعطي هذا القرار. هذا الوضع لم يعد في يد الحكومة، لم يعد ضمن الدولة اللبنانية. كيف؟ ليش؟ فسر لي ليش منه بيد الحكومة؟ ما بعرف، أنا ما عندي جواب لهذا الموضوع. الحكومة تحت اللي تبقى، تحت اللي تبقى حالة بالقوة، معتبرة أنه كل ما غضت النظر عن المشاكل وجربت تتغاضى عن ما يحدث في لبنان، انه هذا بقطع الوقت وبيضل مخلينا واقفين. الحكومة تنأى بنفسها عن كل شيء، والحكومة بمحل معين اذا ما اخذت قرار واضح باسرع وقت ممكن، هي طبعا متواطئة بما يحدث. يعني انا برأيي الحكومة متواطئة، لانه معروفين العناصر اللي عم بتروح هون، بيعرفون اسمه الاجهزة بتعرفون. طيب استاذ، يعني هيدي العناصر اللي عم بينقلوها، انت عم تقلي طيب ليش الحكومة متواطئة بهذا الموضوع؟ طيب حضرتك عم تقلي انه ليش ما نعتبر انه الدولة غير يعني مش قادرة الدولة. حضرتكم بتقولوا بتتهمون حزب الله بتمويل جبل محسن ومن وراء النظام السوري، والاخرون ميني ادار بيتهموا الجهات الاخرى من قطر والسعودية وغيرها من الدول الخليجية بتمويل وتسليح أهالي طرابلس من السنة، عفوا على التعبير، بباب التباني، يعني إقليميين يعني يتنازعان في لبنان. إذا ما ناخد كلامكم بس وكلام ثمانية أدار، ألا ما تاخد كلامنا وكلام ثمانية أدار؟ أول شيء راح أقول لك ليش، برجع بقول لك السبب الوحيد اللي ما بيخليك أنك تاخد كلام ثمانية أدار هو أنه لازم يفهموا بثمانية أدار وحزب الله أنه سلاحهم هو اللي عم بيخلي العناصر الأخرى اللي كانت غير مسلحة قبل أنها تتسلح، على بأي طريقة ما بعرف. هيدا التسلح الجديد المستجد عند بعض شباب طرابلس مبرر؟ لا في سلاح؟ أنا ما عم بقول مبرر، أنا ما عم بقول مبرر، كلمة مبرر كلمة كبيرة، لا أكيد لا، بس هيدي ردة فعل، وهيدا عمل فتنوي بامتياز عم تقوم فيه مجموعة هي بالحكومة وهي عماد الحكومة بشكل واضح وصريح. من اليوم مجموعة بالحكومة مشرع على نفسها اقتناء السلاح من خارج الدولة واخذ كل القرارات الممكن تخدها على مستوى الحرب والسلم، ولمن تسمح لنفسها ان هي تعمل عمليات وتتنصت وتتجسس وتتابع كل العالم، ايه بده يصير في ردة فعل من قبل الناس. هل هذا مبرر؟ لا غير مبرر. بس لكن وين بيكون غير مبرر؟ على الاطلاق عندما الجيش يتدخل ويأخذ الغطاء السياسي. هن اللي ما بيتبرر عندهم، عند الحكومة ما في تبرير. خليهم يفسروا لنا ليش الجيش لا يتدخل، ناطر تتكبر بعد تيصير فيه هوين أكبر، تيصير فيه رشاشات أكبر، باللوجستية في يستطيع أكتر. الجيش أن يتدخل أكثر مما نعم يتدخل يستطيع. اليوم نعم يستطيع. جيش تعاطى مش من زمان مع حالات أصعب بكتير من هيدي الحالة وحسمها. هيدي مقولة انه الجيش ضعيف ولا يستطيع الجيش، ما بنحكي ضعيف، لا 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 في عملية سفك دماء، في عملية استنزاف. ما هو شو بيعمل؟ ليش بيتدخل الجيش؟ بيتدخل الجيش لوقف الدماء. هلا بتقلي في بجوز عناصر ما بتمتثل لأوامره، هو بيعرف كيف بده يعالجها، هيدي شغلته. مشان هيك نحن بنقول له حصرية استعمال القوة، لانه هو بيعرف، لانه جيش مخول، لانه الضباط تبعه مدارس ومعاهد، لانه هني مؤسسه، لانه هيدا واجبهم وهيدا منوط فيهم. انه اليوم الدفاع عن الحدود صار في 1901، ومن عين الجيش انه يتعاطى هونيك تقريبا مجموعه الحكومه منعته. طيب يعني اليوم اذا كان بده يدافع عن كمان، اذا لو بغطي كمان، بيعطوه امر بتغطيه الحدود اللبنانيه السوريه، كان في كتير شباب ما ماتت، وكان في كتير اعمال عنفيه ام فيها النظام السوري على اللبنانيين ما صارت. طيب اليوم بطرابلس كمان عن جديد، طيب شو بيعمل؟ مين منوط بهذا الوضع؟ ما فسر لي شو شغلهم لكان، شو وظيفتهم، وين شو بس حدا يقول لي خي اذا هلا معطوهن الامر السياسي للتدخل حالا قبل ان القصه تكبر بعد اكثر من هيك. هي بالمناسبه بدي اقول لك من 6 اشهر لليوم كبراني كثير، العناصر صاروا اكثر، الجبهات صاروا اوسع، العيارات صارت اكبر، السلاح، انه شو ناطرين بعد؟ انه يصير في حرب اهليه وتؤجج هونيك وهيك، بعدين بنبرر انه ما نعمل انتخاب من وراء احداث طرابلس، لانه في مشكل بطرابلس. شو لشو بس حدا يفسر لي، او لفت النظام عن ما يحدث في سوريا وخاصه في هذه الايام، انه ما عم بفهم انا انه هذا هو مبرر تحت اللي احنا نفوت بحرب اهليه وتاجيج فتنه مذهبيه. قديش نحن معيبه يعني للبنان، ما اسم المرحله يلي نحن واقفين فيها؟ قراءه القوات اللبنانيه لهذه المرحله، هذا يعني ارتفاع عنصر السلاح، ارتفاع عنصر التشدد،
وانتم كقوى 14 أدار وكأنكم تنؤون بنفسكم من خلال المقاطعة؟ لا، نحن لا ننأى بنفسنا من خلال المقاطعة، نحن بالعكس، نحن إذا أخذنا هذا الموقف المتشدد من السلاح مش يعني عم ننقي بنفسنا، وانت بتعرف انه هذا يشكل علينا ضغوطات واخطار جسدية بهذا الموضوع. بقى لا ننقى بنفسنا ابدا، بالعكس نحن بهذا الموضوع صامدين بوجه عملية اسمها سلاح في الداخل يتسبب بفتنة لبنانية. بعدين وين ننقى بنفسنا؟ الموقف اللي اخدينه شو عم نقول نحن عمليا؟ كل الناس عم انه انتو عم تعطلوا الحوار وانتو بعيد وكذا، نحن عم نعطي الحوار، اكتر ناس حاوروا نحن، ونحن بس عم نحاور عن السبب الاساسي يلي هو السبب المحوري يلي عم بيسبب بكل مشاكل البلد، باللا استقرار اللي موجود بالبلد، بالحس عند البعض المجموعات الوطنية بغبن تجاه عدم تعاطي بين مجموعة ومجموعة. مشان هيك نحن من بعد ما قعدنا على طاولة الحوار واعطينا وجهة نظرنا، وبرجع بقول لك عملونا مثل اساتذه مدرسه، انه سمعناكم نبقى مبلغكم نحن شو استراتيجيه دفاعيه تبعيتنا باثنائها، راحوا وقفوا الحوار هني بالمناسبه اذا بتتذكر، مش نحن اللي وقفنا الحوار اثنائها، وقال سمعناكم وراحوا وقفوا الحوار وما عاد بدهم يرجعوا بحجج واهيه بوقتها، وفي مره بلا حجه حتى انه خلص وقف الحوار، نحن هيك قررنا. شوي وصلوا محل نزركوا بالوضع الاقليمي، من وراء الوضع الاقليمي وما يحدث في لبنان في امر ممكن يكون اكبر منه واكبر من حجمه صار. يا تعوا قعدوا الحوار، هلا بدنا نرجع نشوف كيف نرجع ناسس لبنان. خي لا رعزة شوي، قد ما تاسس لبنان ما بدك تعطي لهالوطن، بدك تعطيه حظوظ بالحياه، بدك تعطيه حظوظ، مش بتجي بتقول الجيش ضعيف مش هيك نحن موجودين، وبتطلع المؤسسات مهتريه بس شو بدنا نعمل كل عمر الحكومات هيك، انه خي لبنان اليوم. لا، انت اليوم ما فيك تيجي تطرح موضوع تأسيسي للبنان الجديد إلا ما تبلش تشيل السبب يلي هو أنت واجده للا استقرار يلي موجود بلبنان بشكل كتير واضح. تاني شيء والأهم، اليوم إذا جيت أنا بدي أتعاطى بهذا الموضوع، أنا ما في أتعاطى عزغل، أنا مجبور اليوم كون واضح، مضطر كون واضح كابن قضية وكمناضل وك الإنسان حابب أنه يشوف بلده عم بينبنى، يصير مؤسساته بالحد الأدنى مقبولة يقدر. وهلا رح نفوت على كل حال على مستوى المؤسسات إذا بتسمح والاقتصاد، لأنه في كلمة كتير مهمة بدنا نحكيها بهالمجال. بقى ساعتها أنا بقدر بلش فكر كيف بدي حسن، بس ساعة اللي أنت خلق لي توك أساسي وخلق لي مشكلة أساسية اسمها السلاح، بمين بدي بلش؟ مع مين بدي بلش تحت أبني مؤسسة؟ مع مين؟ إذا بفوتوا الدرك على منطقة معينة بيشحطون أو بيضربون، أو إذا أبو باط بس بيخلون يفوتوا، شو هالحديث هذا؟ هيك بيعملوا بلد؟ هيك بيعملوا وطن؟ طيب أستاذ إيدي، يعني في إطار هذا التشنج وارتفاع السقوف بين 14 و8، وليد جملات قدم بمبادرة، ومبارح كانت هذه المبادرة على بساط البحث في معرب وحضرتك كنت موجود، شو كان تعليقكم على المبادرة؟ هل قبلتم هذه المبادرة؟ يعني كيف تم تقييم هذه المبادرة؟ وليد بيك عنده هم كبير انه يأمن اكبر قدر من الاستقرار الممكن للبنان. طيب هذا هم مستمر عنده مثل همنا تماما، نحن عنا هم عطاء استقرار لهالبلد، تأمين استقرار حد ادنى تنقدر على الاقل ما نرجع على ذكريات بشعة مثل ما عم نشوف طرابلس. طيب اليوم أوكي. هلا هذا الموضوع طبعا هن تحدثوا عن وجهة نظر لألون للتعاطي مع الوضع الحالي، ونحن كان عنا وجهة نظر تانية. حكينا بالعمق بالوجهتين والحديث كان كتير جيد، وحقيقة طال الأمور بعمقة، يعني مش أنه كان هيك تقطيع وقت أو كذا، لا، وكان الجو جيد جدا، ويعني فسرنا لبعضنا موقفنا المختلفة، وجربنا بهيك دردشة وبمناقشة معينة على أنه نفتش، يعني إذا كان في مجال لأنه هذا البلد يتأمن له استقرار بالطريقة يلي فعلا ما بتكون هيك مؤقتة وعابرة، طريقة أنه فعلا تعطي لهذا الوطن ما يحتاج إليه اليوم. هل استطاع الحزب أو وفد الحزب إقناع أقناعكم بضرورة الحوار؟ وهل أقنعتموه
بالحجة يلي تمنعكم عن المشاركة. أنا بدي أقولك شغلي، برجع بقولك نحن منا ضد الحوار. عظيم في هذا. طيب بالآلية نحن عم نقول هيدي الطاولة اللي عم بيحكوا عنها هني يلي قعدوا عليها وكذبوا كذا مرة، ويلي ما طرحوا أي طرح بوقت اللي نحن طرحنا طروحات، ويلي هني طلبوها بالسابق وقعدنا كرمال على بناء على طلبهم، ويلي تعاطوا معنا مثل ما تعاطوا معنا على هذه الحوار بالهيك بالاستكبار وشوية هيك إنه يلا حكونا خبرونا شو عندكم يا شباب وبعدين نحن بنعلمكم وفلوا وما عادوا رجعوا. هذه الطاولة غير معمولة لحتى نناقش عليها غير موضوع السلاح. موضوع السلاح من تفكر، غير موضوع السلاح ما في حديث. وحتى بموضوع السلاح بده يكونوا واضحين قبل ما يوصلوا على الطاولة. لكن في موضوع الحكومة اليوم لا 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 لا. موضوع الحكومة، موضوع الحكومة، موضوع الحكومة لا يناقش على الطاولة. موضوع الحكومة صار واضح، الحكومة حتى موضوعها لا يناقش، وهذا ما هو موضوع حواري. ساعة بيصير في قتل بلبنان، ساعة بيصير اغتيال بلبنان، ساعة نص الشعب اللبناني خيفين. تعرف شغلة، في أمور أوقات بتطلع فيها هيك. أنا هديك نهار كنت عم بتطلع على فيلم عم بيصير عم بيصوروا مقاتلين بجيش سوريا الحر بسوريا، عم بيقول أحدهم أنه هي أول مرة، مع أنه نازل عليهم القصف وحالتهم حالة كانت ما بعرفنا أي فترة، بيجي بيقول أنه هي أول مرة منحس حالنا بأمان. الطيران كان عم يضربون، القصف كان نزل عليهم ورزاز ومكعومين محتردين. شو عم بيقول؟ هاي أول مرة بنحس حالنا بأمان. شو يعني نحس حالنا بأمان بلبنان اليوم؟ نحس حالنا بأمان مش إنه نخاف إنه نقول الأمور مثل ما هي وإنه نواجهها مثل ما هي ونحكي فيها مثل ما هي. نحس حالنا بأمان بالآخر إنه خيئين نقدر نحن نمارس حريتنا، نمارس شعائرنا، نمارس كل ما الدستور بيسمح لنا فيه، ونحن عنا دستور ممتاز ونحن عنا تركيبة ممتازة بدنا طيب نحترمها. طيب عظيم. شو ما معنى الديمقراطية أستاذ فادي إذا ما بتطبقها على الأرض، إذا كانت بس بتضل بالنص؟ نحن عنا ديمقراطية، وين نحن من هذه الديمقراطية؟ مجموعة نائية من نفسها مش نائية من نفسها بتضحك على العالم، اسمها الحكومة، حكومة مجموعة مش نائية من نفسها بتروح بتقاتل بسوريا صار لها سنة، وهي بقلب الحكومة وهي عماد الحكومة وهي بتأمر الحكومة. انه وين الصدق بهذا الموضوع؟ مع مين انت عم تناقش؟ طيب رح روح لهالنقطه، بس بدي افصل شوي هذا اللقاء. يعني كمان النائب الوزير وليد جنبلاط عم يحكي انه نحن يعني لا هو فتشوا على البديل ولتسقط هذه الحكومه. نحن انتوا رايكم شو؟ نحن بموضوع ترجع لك بس هيك توضح موضوع الحوار اكثر بعد. نحن ما ضد التواصل، التواصل مشروع بالسياسي، منا انه هذا. طيب. هلا الحوار، الحوار يعني هذا التواصل الذي يحدث، التواصل بيقدر يصير بمئة طريقه. طب هذه المرحله ولكن يعني اذا بدك تيجي تحكي انت الا تتطلب تواصلا ما؟ تتطلب وهنا يسعى وليد جنبلاط الى خلق هذا التواصل. تتطلب اولا استقاله الحكومه، هذه الحكومة التي فشلت على كل الأصعدة، التي تسبب ما هو البديل بفتنة يعني أهلية. يعني اذا ما نعتبر البديل انه البديل، البديل هو حكومة حيادية. نحن قلناها كل القوى تقول انه ما في حدا حيادي بلبنان. بلا في حدا حيادي بلبنان. العماد ميشيل عون عم بيقول ما في حدا حيادي. لا هلا العماد ميشيل عون عنده وجهه نظر خاصه فيه، يعني هذه انا هو ما بعرف قديش بيعرف الامور. لا هونيك هلا برجع باخذك، بس عم نحكي انه يعني كيف كانت المقاربه بين القوات والاشتراكي في موضوع الحكومه؟ نحن ما نحن حكينا بالمطلق على الوضع اللبناني وكذا، ما فتنا بتفاصيل كيف بدها تكون الحكومه، ولكن نحن فسرنا موقفنا، فسرنا موقفنا نحن وقلنا انه على هذه الحكومه ان تستقيل. ونحن فسرنا وجهه نظرنا انه عمليه قصه انه الفراغ بلبنان، ما في فراغ بلبنان، في فراغ سياسي. خليني خبرك شغله، هلا الفراغ موجود، مش بصير في فراغ. الفراغ هلا موجود، الفراغ موجود من عدم تدخل بطرابلس، الفراغ موجود بعدم اتخاذ القرارات الصائبه في الاقتصاد، القرارات. طيب. الفراغ طيب مقبول لما ما بتعطي الاجهزه الامنيه ما تحتاج اليه لتكشف القتله. الفراغ موجود هلا، هيدي حتى اقل من تسيير اعمال، هيدي فراغ. بينما اذا بتستقيل الحكومه بصيروا هن بموضوع تسيير الاعمال. اذا استقال الرئيس ميقاتي نعم. بالتشكيلات والتسميات، هل توافقون على إعادة تسميته كقوات لبنانية؟ هيدا حديث يبحث بحينه. شو يعني؟ نحن هلأ بالنسبة لنا أول شغلة بدها تصير يعني أنتم تؤيدون عودة الرئيس ميقاتي؟ نحن لا نؤيد لا نؤيد أحد هلأ. نحن اللي عم نقوله هو التالي، نحن بدنا كبادرة حسن نية على أنه فعلاً الجماعة ناويين أنه يغيروا بلبنان، بلش باستقالة هذه الحكومة التي الشعب اللبناني كله يطلب عم يطلب استقالتها.
نحن مع الاستقالة بيقولوا، لكن فلنبحث عن البديل. نبحث عن البديل بالتواصل، ما في مشكلة، بيوصل على البديل. أين التواصل؟ بس من التواصل خلال من خلال التواصل الدستوري الطبيعي. وين؟ ساعة وين؟ بصير يعني لا بالحكومة تنزل ولا بالمجلس النواب عم تنزل استفادي ولا بالمبادرات ولا بالحوار. لمن تستقيل الحكومة بيصيروا بينزلوا بس ما بدها تسئل الحكومة حتى نقدر نحكي. ما فينا نحكي مع حكومة عم تراوغ، عم تكذب، عم تلتف على الملفات وعم تأمن فراغ مخيف للبلد. ما بقى في حديث مع هذه الحكومة التي فشلت بكل شيء وغطت كثير من الأمور بفترتها، أمور إقليمية وغيرها، وهي تقريبا متواطئة بحجم الأكبر مع كل من لا يريد الخير للبنان. بهذه الحكومة ما فينا نحكي معها بقى، خلص. نحن اللي عم نقوله انه نرجع على الاطر الدستوريه الطبيعيه. هذه الحكومه اللي نحن بنعتبرها اصبحت اذا استقالت الحكومه بينزلوا، مش يعني النزله مش انه متعلقه بالشان الامني. انا ما عم اقول لا، كمان خليني بس كفي لك هيدي هلا. ما الشق الامني هلا بنحكي فيه. فينا انا بقول بالشق الامني وبهذا النقطه بعد البريك. طبعا. خليني اروح لبريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم، وضيفي الأستاذ أدي أبي اللمع، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية. كنا عم نحكي أستاذ أدي عن العائق الأمني الذي يمنع النواب من الذهاب إلى مجلس النواب لمحاسبة الحكومة للمشاركة باللجان أو اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات وغيرها من المشاركة. لما حنعتبر أنه هالحكومة أو أولياء وعناصرها وكل من يكونها مستعدة أن تقوم بخطوة إيجابية باتجاه الاستقالة والاعتراف يعني بكل ما حدث حتى اليوم بشكل واضح، ما بدنا من الاعتراف يعني على الأقل الاستقالة، ساعتها بتحرز واحد يأخذ ريسك على حاله أنه يروح يشارك بموضوع تقييمي. بس ما بتحرز ساعتها بدك تروح تسمع ذات الغنية، زيت ما تأخذني الكذب يلي عم نسمعه والتسويف وتضيع الوقت. لا، هيدا خاصة لما تكون بحال خلاف يعني مع البعض منهم، إنه هذه شغلة مش كتير مع البعض منهم، معهم كلهم مش مشكلة. بس اللي بدي أقوله أنا بشكل واضح إنه لا، ما حدا مستعد يروح يسوف بقى ويخاطر بحياته ليروح يسوف. ما حدا مستعد يروح يخاطر. بس إذا كان في شيء جدي على مستوى الوطن، لا، واجباتنا كلنا نروح حيث يجب أن نذهب. بتصور قانون الانتخابات هو موضوع جدي؟ انتخابات ما فيك تعمل جدي. ما فيك تعمل انتخابات ما فيك تعمل قانون انتخابات بشكل واضح بوقت يلي الأساسيات مع هذه الحكومة بعد ما أنك قادر يعني تأمنها. ما فينا نعمل قانون انتخابات؟ لا، ما عم بقول هيك، عم بقول هلأ ما فيك أنت تجتمع لتعمل قانون انتخابات مع هذه الحكومة بالتحديد بالجو يلي نحن او هي عملته. ما فهمت بالبلد هذه، لان انتم قلتوا ابديتم استعدادكم للمشاركه او النواب باللجنه الفرعيه، لكن في احد بيوت هذا حديث انحكى، ولكن حكى انا عم بقول انه هذا حديث تواصلي، منه حديث شو اسمه، هذا حديث تواصلي موجود بين بعض السياسيين. نعم. مش عم ننكر انه منه موجود، بس نحن منقول قبل ما نحكي باي موضوع في موضوع واحد وبعدني رح صر عليه ورح ارجع اقوله، فل هيدي الحكومة بشكل واضح. ما في مجال مع هيدي الحكومة نقدر نوصل لنتيجة، ما في نتيجة مع هذه يعني الحكومة. معلق كل شيء في انتظار ذهاب هذه الحكومة. نعم. حتى بحث قانون الانتخابات، هلأ بحث قانون الانتخابات، نحن البحث لا يمنع البحث بأطر معين. عظيم. وين أين الأطر؟ الأطر ممكن تكون إذا كان بدها تكون مسيحية تكون بمحل معين، إذا بتكون مع بين الأطراف المسيحية والإسلامية تكون بأطر أخرى. ما فينا نحن بدها يكون أطر دستورية، بده يكون هو مجلس النواب. خلينا نفهم جماعة لوين بدهم يوصلوا البلاد من خلال المسيحي. لحظة، خليني أقول لك، خلينا نعرف نحن هودي الجماعة لوين بدهم يوصلوا البلاد بهذه الحكومة. بس أنا هذا بدي أقول، هذا الأهم في مستقبل بلد. في النهاية فادي. أوكي أستاذ إيه؟ أدي، بس بالنهاية في استحقاق. نعم، في استحقاق. نعم. وهي الحد الفاصل بين هذه الحكومة وحكومة أخرى بعد ما أنا مش رح سلم إلى نتيجة جديدة بالانتخابات النيابية. مش رح سلم هذه الحكومة أي موضوع بأي إطار ممكن قبل ما تروح.
شو عم تحاولوا؟ انه انتم يعني تكرسون بشكل غير لا مباشر. لا نكرس البقاء شيء. البقاء على قانون لا الستين. لا نكرس شيء. نحن نقول طيب هذه الحكومة غير آلي لأن تبحث بأي موضوع خاصة بالموقف اللي اخذته طيب من كل القضايا. طيب الحكومة زتت قانونا إلى نعم. مجلس النواب. أنتوا أعطيتوا قانون. صحيح. والتيار الوطني الحر أعطي قانون. نعم. مشاريع واقتراحات. نعم. لكن نزلوا درسون. حتى نشوف على أنا برأيي كلنا درسناه هون وكلنا نعرف وين وصلنا بهذا الحديث وكنا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا. بقي القرار عظيم لأنه محل ما وصلنا نحن بنقاش هذه القوانين وحصلت النقاشات كلها سوا والكل صار عارف شو الستاتو كو اللي موجود بهذا الموضوع. القرار بعد ما مستعدين الجماعة ياخذوا قرار بهذا الموضوع وبعدهم هلأ مصرين على مشروعهم. طيب بقى بالتالي وين الـ وين طيب اذا عندهم غالبيه يصوتوا على مشروع اذا عندهم نحن قلنا لهم اياها قبل وقت كانت بعدها الامور نتفي هيك مهدايه بهيدي الحكومه بالحد الادنى ونحن ما حبينا انه نحرك شيء فيها قبل اغتيال اللواء الحسن. نعم. ونحن كنا ساكتين على مواضيع كثيره وبالعين الموس مثل ما بقولوا. بس لما صارت بلشت الاغتيالات والتهديدات والكلام اللي سمعناه مباشرة على الإعلام واللي عم نسمعه أكثر وأكثر اليوم وسياسة هذه الحكومة كلها وصلنا لمحل شفنا أنه لا مكان اليوم مؤمن للنقاش الصحيح والصالح واللي بده يكون بمحله. جماعة مصرين على مشروعهم بيطلعوا بيقولوا لنا يا هذا يروحوا بلطوا البحر. عن جد عم بحكي بصراحة عم تحزوني على الكلام شوي اللي مش أبرح اللي عم بحكي. نحن مش خايفين على شيء. نحن وقت بدنا نناقش بدنا مجموعة تانية تكون عم نناقش مع مش تكون مسبقا هيدي المجموعة التانية حاطة براسها انه يا بتعمل انتخابات على ذوق بالقانون اللي بدي اياه وبتربحها يا ما في حياة دستورية بالبلد. بقول لصوت فليأتي ميشيل عون بموافقة على قانونه ونحن بنمشي فيه. ايه طبعا. طيب شو هو قانونه؟ اللقاء الارثوضكسي. ايه؟ وانتم منكم اصلا ضده لان ما حدا وافق عليه. انتم تقدمتوا بواحد جديد. في مواضيع كثيرة وهون هو ميشيل عون حكي بهذا الموضوع بشكل مغلوط. نحن وقت قلنا انه اللي بيقدر يقنع الحلفاء بمشروع وحطينا اولويات بالمشاريع فبنمشي بهذا المشروع. جينا نحن لا هن قدروا ولا نحن قدرنا اقنعنا بهذا المشروع. رجع طلع هو والتف لانه عمليا لم يحاول ان يقنع. بالعكس هو شو عمل بدل ما يقنع حلفائه راح اخذ من حلفائه مشروعهم. قالوا له ليك انت هاي بهذا المشروع بتخسر شو بدك فيه؟ نحن عاملين لك مشروع على قياسك، بنجيب لك بعبدة على المتن بنجيب لك جبال على كسروان هيدا بقانون النسبية. لكن في نائب التكتل عجبته الخبرية. طيب. ونقط كل شيء كان حكي قبل بالاجتماعات المسيحية والمتفقين عليها وطلع ما فرقاني معه مين بيجي. تقدموا باقتراح قانون على مجلس طبعًا النواب طبعًا مبني على لقاء. كنا نحن يا استاذ فادي نحن كنا عم نناقشوا هذا القانون وناقشناه وفتنا كثير مع كل الافرقاء ومن خلال القنوات شو اسمه العادية والاتصالات الشخصية. نحن حكينا بكل هالمواضيع. كل الناس عارفة اليوم انه نحن اي قانون بدنا وهن اي قانون بدون. وكل الناس عارفة انه هذا بالنهاية بده ينبت بمجلس النواب. ولكن نحن ما حنقبل انه ينعمل علينا اي ضغط بهذا الموضوع. يا يناقش باطار ديمقراطي واضح ضمن المؤسسات يا ما في مجال انه نحن نقبل من هلا وبالرايح انه ينصب لنا كمين قتل بلبنان ونقدر نحكي عن اي شيء تاني باي موضوع اللي كان. معلش كمين قتل مش اقل من هيك. ما واحد بده يعيش بالاول تحت يقدر يحكي مش هيك؟ اذا قتلت كل القيادات وقتلتهم وغتلتهم وكذا وما ادري شو انه عن شو عم نحكي بالاخر؟ عن شو عم نحكي؟ اين الاستقرار؟ اين الحس بالامان عند السياسيين اليوم؟ صفر صفر. طيب استاذ ايدي نعم انتو كقوات لبنانيه اي متى رح ترفعوا ملف علامات القداسه التي تظهر على الدكتور جعجع الى الفاتيكان؟ نحن بالحقيقه بتطويبه بدي اقول لك يعني العماد ميشيل عون عم يسعى لنوبل الدكتور جعجع وهلا عم بيشجعكم لتقديم علامات القداسه للدكتور سعيد. ايه انا بدي اقول لو يعني حقيقه لو الكذب كان مسموح من قبل الديانه انا برايي في ناس كانوا عملوا قديسين بهذا الموضوع. لا صحيح لو الكذب كان مسموح بالاديان في ناس عم تحكي هلا كان ممكن تعمل قديسي بهالفتره مش لا نطوب ولا شيء قديس. طيب ليش عيب هذا الحكي؟ ليه
عيب هذا الحكي بقى. حاج بقى ناخذ الناس ونفكر انه اذا بنحكيهم هيك بالعميه وبالهضامه وهالشو البلوطه وهالمدري شو، خلص خلصنا بقى. يا بدنا نحكي جد، حاج بقى نضيع الموضوع وينه ونحط كل شيء بظهر الاخرين. فتراجع عن كل ما حكيناه بكركي، تراجع عن كل ما حكيناه بقنوات اللي بيننا وبينه، تراجع عن كل ما حكيناه، واعتنق مشروع الاخرين، وجاي علينا يقلنا قدام المسيحيين انه انتم بتكون تخسروا المسيحيين وبتكون تعملوا. هذا الكلام غير صحيح. هو بكل ما يقوله ما بيقدر يوصل انه يقنع الناس من هلا وبالرايح عن صحه توجهاته لا السياسيه الاقليميه ولا السياسيه الانتخابيه. خليني اسال سؤال بهذا الاطار، نعم. بترجيك جاوبني سؤال جواب شفاف، هل دخلنا نحن بمرحلة تبني قانون الستين بكل شفافية؟ إذا القراءة يلي عم نشوفها من هلأ الأول من حزيران أو الأحد الأول أول أحد من حزيران، نعم. نحن دخلنا بهذه المرحلة لتبني قانون الستين بكل شفافية؟ نحن بالحقيقة رح أقول لك شغلي، لا بعد تتذكر بال2005 يعني هلأ سمعنا كلام وكذا، بس بال2005 في شغلة كتير مهمة صارت وقتها، أنه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر تم التحضير لكل شيء ولكل هذا. لا أنا هذا القول بيقول أنه صار في حتمية بهذا الموضوع، أنه آخر الشهر بدنا نبلش نحضر للانتخابات مهما كانت وبأي إطار كانت. أنا برأيي أنه صار هالموضوع هذا بعد في مجال، اذا بدك اذا يعني اذا اعتبرت انه الحكومه بدها فعلا توصل لقانون انتخابات وبدها فعلا توصل لتسويه بهذا البلد من بعد استقالتها حتى لي هالبلد يستقر بالحد الادنى، لانه اصلا هي ما فيها تكفي على اي مستوى اللي كان، مش بس مستوى سياسي، مستوى سياسي، مستوى الاقتصادي، مستوى الامني، واصل على موضوع ما بقى فيها تحتويه بعد فتره اذا تركته مثل ما هو. يعني هذه الحكومه خلص اعلنت عجزها الكامل. بقى انا برايي بعد معها وقت انها توعى وتستقيل لحتى نفوت بالمواضيع. الأولوية اليوم لا شو؟ لاحترام موعد الاستحقاق أم لقانون انتخابات جديد؟ نحن اليوم اللي بهمنا انتخابات قانون جديد. شو يعني؟ يعني انتخابات قانون جديد. مش قانون انتخابات جديد. عفوا؟ يعني انتخابات موعد الانتخابات. لا نحن قانون انتخابات جديد. بدنا قانون انتخابات جديد حتى لو تأجلت تقنيا. نحن مش مع التأجيل، نحن مع ليك شفت هذا الموضوع مرتبط بالحكومة، ها ما يحطوه فينا. طب ليه هذا؟ لا خي الحكومة عم تقول لكم تفضلوا. الحكومة بتعرف تماما انه نحن مش مستعدين نقعد معها من وراء كل اللي قلت لك اياه. بقى الحكومة اذا بدها فعلا تعمل قانون انتخابي جديد وتعمل الانتخابات مثل ما مفروض عليها بوقتها، هيدا منوط فيها مش منوط فينا. الجرد عنده، نحن حكينا اللي بدنا نحكيه، عبرنا على اللي بدنا نعبر عنه، وضحنا الامور، وبرايي انا الشعب عم بيعني بما في الكفايه ليوضح بعد لهالحكومه اكثر واكثر. طيب خليني اطرح بعض سؤال قبل ما اروح الى الصحافه العربيه والدوليه. اليوم السفير عم تحكي قهوجي وريفي الى التمديد در، وهذا الموضوع بحثه رئيس الجمهوريه مع النائب وليد جنبلاط، وتم البحث ايضا مع الرئيس نبيه بري حول التمديد للقيادات العسكرية. طيب على الأقل الوضع الاستقرار والسلم يعني مستقر. ليك أنا ما بدي شو تعليق. نحن تعليقنا أنه كل شيء بمفهوم التمديد بالنسبة لنا بالمطلق شغلة إذا بدك بدها حقيقة سبب كتير كبير بالبلد لحتى لأنه يتم، يعني شغلة أكبر بكتير مما عم بيصير هلأ. بقى التمديد لموضوع الانتخابات ومخالفة ال شو اسمه المواعيد الدستورية بالنسبة لنا هيدي شغلة إذا بدها تنبحث هيدي فعلا تنبحث بمجلس النواب وبس، مش غير مطرح. وانتم مانكم بمجلس النواب، ما قلت لك ليش؟ ما هيدا بيد الحكومة بغض النظر ما بهيدا بيد الحكومة يا أستاذ بغض النظر عن التبني. هيدا بيد الحكومة، يعني الحكومة هي عم تمعن وتبقى على وقتها وتسوف وتضيع لحتى لأنه هالأمور كلها سوا ما تصير بالأطر الدستورية. نحن عم نقول خليها تصير بالأطر الدستورية، تصير بالأطر الدستورية هيدا هي لازم تصير لأن البلد ما بقى فيها. نروح إلى الصحافي العربي.
كتبت راغدة درغان في صحيفة الحياة مقالة بعنوان سياسة جديدة للإدارة الأمريكية نحو سوريا، مما ورد فيها نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية السورية، قرار اتخذه الناتو عندما باتت الولايات المتحدة جاهزة لاتخاذه هذا الأسبوع. تصعيد الدعم للمعارضة المسلحة بنوعية جديدة من الأسلحة، قرار تمكنت الدولة التي توفر هذا السلاح من اتخاذه عندما أصبحت الولايات المتحدة جاهزة للغمز به موافقة. الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا لسوريا بدلا من النظام توالى من قبل الدول الأوروبية تمهيدا للاعتراف بالاعتراف مماثل من الولايات المتحدة بتوقيت له علاقة بجهوزية الولايات المتحدة. كل هذا جديد، كل هذا مؤشر على سياسة جديدة للإدارة الأمريكية نحو سوريا. السؤال انطلاقا مما كتبته راغدة درغام، هل الولايات المتحدة غيرت سياستها باتجاه النظام، باتجاه الدعم أكثر فأكثر الثورة السورية؟ المسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي. ما يحدث في سوريا وما حدث منذ أقل شوي من سنتين جريمة برسم هذا المجتمع الدولي. قتل الشعب السوري بالطريقة اللي انقتل فيها بكل هالفترة من 15 أدار لليوم في ظل السكوت عام وحتى بعض الدعم لهذه السلطة ولهذا النظام الذي يقتل شعبه، هيدي كانت حقيقة أنا بسميها يعني فضيحة العصر. صرنا أكثر يعني بين المخطوفين المخفيين والمقتولين عم نحكي عن 60-70 ألف شهيد. أنا برأيي أنه هذا الموضوع حلوا بقى هذا المجتمع الدولي أنه يوعى ويوقف المجزرة بسوريا. المجزرة بسوريا مش لازم تكفي، هذا موضوع خطير. إذا كفت المجزرة بسوريا يعني كل شيء متاح، مش بس بالمنطقة. بقراءة أبي اللمع يعني التطورات السياسية والميدانية إلى ماذا تؤشر؟ بوتين إلى تركيا، باتريوت على الحدود، نعم. المعارك باتت في قلب الشام، نعم. شو عم بتقول هذا؟ كلنا متفقين أنه هذا النظام رايح على الزوال. بعد في حدا عنده شك بهذا الموضوع؟ لا. السؤال الوحيد أي متى؟ أنا يعني بوجهة نظر معينة عم أكتر شيء يعني هي الوجهة النظر اللي عم تتداول اليوم وتقول أنه اليوم القرار اللي بده يتخذ دوليا بحق سوريا يجب أن يكون سريع أولا، ونحن نعرف أنه هذا القرار ليس بسهل لأنه سوريا لفترة طويلة مثلت نوع من تقاطع لمصالح عديدة لبلدان عديدة ولأنظمة. طبعا كانت هي هذه السلطة يعني وهذا النظام أمن محور الممانعة المزعوم من إيران إلى لبنان، وتعاطى مع كثر من البلدان المحيطة بنوع من الانتهازية السياسية وندفة والكذب والاعتماد على المناورة. بقى بالتالي كل هيدا ولت حالة متشنجة بالمنطقة. بقى بالتالي كان في شوية هيك نوع تنقول حذر من التدخل المباشر بالوضع السوري، ولكن يعني في محل معين مجبورين يمشوا على حد السكين، ما بقى فيهم يعني ما ياخدوا المخاطرة على إنهاء المجازر وعلى أنه يوقفوا هذا القتل الذي يحدث بسوريا. هلأ في حلين، في ناس بيقولوا يعني بعض السلطة أو النظام بيطالب بأنه الحل السياسي، وهو نحن نعلم أنه غير مستعد للحل السياسي على الإطلاق، وكل الحلول السياسية اللي يعبر عنها بالسابق كانت حلول كذبة، يعني يتعاطى المعارض يلي هو زلمته يتعاطى مع هذا، وكان عمليا منه مستعد لأنه هو بيعتبر أنه أي كلام مع هذه المعارضة ستعطي هذه المعارضة مزيد من الشرعية تجاه العالم كله، وبالتالي هو حتسرع خروجه بعد منه مستعد أنه يظهر، نعم. من الحكم، وبالتالي الثورة مستمرة. القرار الدولي بمساعدة هذه الثورة قرار صحيح وصائب، ويجب التعجيل بهذا الموضوع لأنه سوريا لن تحتمل مزيد من القتل، والشعب السوري أصبح حقيقة يدفع أثمان كتير كبيرة لحتى يقدر على الآخر يحصل على حريته وعلى وطن ديمقراطي بالحد الأدنى مثله مثل غيره. الصفحة مع الصحف الدولية. كتبت لو فيغارو تحت عنوان مصر تحيي المخاوف الغربية، بالنسبة للغربيين الخوف هو من رؤية الإخوان المسلمين يحكمون قبضتهم على بلد يقع في مركز الثقل في العالم العربي،
هذه الأزمة تؤكد عزم مرسي لتعزيز سيطرة الإخوان على المجتمع المصري باسم الإسلام. في زمن خيبة أمل الربيع العربية، الحالة المصرية المميزة للغاية اختبار قيم، ومع ذلك من الممكن أن ينذر بتطورات في بلدان أخرى في المنطقة مثل تونس، وخوف الولايات المتحدة على وجه الخصوص هو من ومن ترى مرسي يمارس الضغط على إسرائيل بما من شأنه أن يقوض اتفاقات مهمة جدا في كامب ديفيد عام 1979. قبل ما فوت إلى هذه المقاربة اللي حكيت عنها لوفيغارو، الدكتور سمير جعجع يقول فليحكم الإخوان. نعم. وما زلتم حتى اليوم فليحكم الإسلام. نعم. يعني قراءتكم لكيف حكم الحكام حتى الآن في مصر، يعني غير ديكتاتورية حسني مبارك إلى ديكتاتورية مرسي، وهذا الكلام للشعب المرسي منه الكلام إليه للشعب المصري، صار مرسي على كل لسان. أستاذ فادي، في شغلة كتير مهمة اليوم، هذا خليني السجال الشوي هذا السياسي الذي يحدث في مصر، هذا من طبيعي جدا. هذه ديمقراطية ناشئة، يعني ما كان في ديمقراطية بمصر من 50 سنة لليوم. هذه خليني بس كفي. تفضل. هذه ديمقراطية ناشئة تعبر عن نفسها. ما تنسى أن الرئيس مرسي إجا بأكثر شوي من النص من الشعب المصري. طيب. وبالتالي اليوم هالسجال اللي صاير وهالخصوم الصايرة بين المجموعتين، المجموعة الليبرالية والمجموعة الإسلامية، هو أفضل من أن يكون ديكتاتوري، أفضل من أن يكون حرب أهلية. اليوم عن شو عم بتشارعوا المصريين؟ عم بتشارعوا على الدستور، عم بتشارعوا على شيء للأمام، عم بتشارعوا على سوريا. المشكلة مش بالدستور، المشكلة بالإعلان الدستوري والصلاحيات المطلقة. واصل، ما ليش عم تحكي عن الدستور؟ تحكي عن الإعلان. طيب، بعد عندي 3 دقايق. إذا بدي أحكي عن الدستور ولا أحكي عن الإعلان، مشكلة. بقى إيه، نعم، إذا كان عم بيجرب حظه هو بالإعلان الدستوري اللي وضعه وشاف معارضة، ومعارضة قوية ومعارضة ثابتة بوجه هذا الإعلان الدستوري، هذا دليل سجال ديمقراطي يحدث بين الشعب المصري، بين الإسلاميين والليبراليين. أنا بقول لك 100 مرة هذا المشهد ولا مشهد ديكتاتوري بقى بالبلاد العربية. ونحن من الأول قلنا هذا الربيع العربي يحتاج إلى شوية وقت. يعني هذا مثل الولد اللي عم بتربيه، بده وقت صغير، بده يمرق بالمراهقة، بده يمرق بعمر معين، بده يصير فيه شوية تخبيص، بدهم يقوموا على بعضهم بالشارع، بدهم يحكوا، بده كل واحد يجرب يشد لجاته، لأنه هلأ الحصص عم تركب السياسية الكبيرة بمصر، مش رح تركب بعد 50 سنة ولا كانت راكبة قبل. بقى بالتالي كل واحد عم يجرب ياخد الحصة الأكبر لإله. وأنا اللي بقوله أنه إيه، هذا ما أشهده اليوم هو صح لمصر، وأكيد أصح بكتير مما كان يحدث قبل أو من أي فتنة كانت ممكن أن تحدث بمصر. أنا بقول هذا السجال طبيعي، هذه الربيع العربي بحاجة إلى أن ينمو، وهذا النمو بحاجة بيمرق بأعمار معينة وبحالات معينة. نحن بعز بالسياسي عمر المراهقة، هذه الديمقراطية بعد بأول خطواتها خلينا نعطيها الشانس. وأنا برأيي أنه هذا السجال يعني أنه يلتقى، يعني أنه يلتقى بمصر. الفضل لهذا السجال هو للربيع العربي وليس لا 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 عفوا لا لا. للإخوان المسلمين. خليني خبرك يعني أنه اليوم يعني ينزل الشعب بهالكترة تيوقف بوجه عظيم إعلان، بوجه إعلان صار. طيب. أنا بلاقي أنه هيدي شغلة عظيم، صحية، شغلة صحية طبعا. بس الإخوان المسلمين كإخوان مسلمين هل سقطوا في الامتحان الأول في ممارستهم للحكم؟ والسياسي حدلنا إذا إيه ولا لا. هذا السجل الذي يحدث اليوم هو سيدل إذا حينجح ولا سيسقطوا، بس على الأقل اللي جربوا يمرروا ما مرق، لأنه في مجموعة من الشعب المصري اللي هي تقريبا نص الشعب المصري رافضة. بقى بالتالي لا، هيدي شغلة صحية قبل ما كان في حدا. هل يكرر أخطاء حسني مبارك بآخر أيامه؟ أنا برأيي لا. عظيم، عند هذه النقطة بتنتهي علتها لانتهى. مشاهدينا الكرام، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. بشكرك أستاذ إيدي، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام.